كان هذا توفيق من الله جل وعلا أن يختتم هذا المؤتمر وله أصداء طيبة وأنفاس مباركة، وكذلك كانت البحوث تصب في إحياء هذا القرن العاشر الذي كان البعض يعده من القرون المغمورة التي لا حراك فيها. فكانت نتيجة هذا المؤتمر أن برز كثير من العلماء الذين يخفى ذكرهم عن كثير من الباحثين. الاهتمام بالتحقيقات التي تم تحقيقها، يعني الكتب التي تم تحقيقها، وإجراء إن شاء الله تعالى في النية تتابع هذه المؤتمرات بعد سنتين إن شاء الله تعالى نهتم بالقرن الحادي عشر ثم القرون الأخرى تباعاً.